الثقوب في الأقفال. لهذه الثقوب العديد من الأسباب، أما عن السبب الأول فهو التخلص من المياه في القفل إذا كان مستخدما في الهواء الطلق، وبالتالي لا يصيبه الصدى بسبب الأمطار أو التجمد في الشتاء. كما يمكن استخدام هذه الثقوب من أجل وضع الزيت داخل القفل، وبالتالي سوف يستمر بالعمل بشكل رائع.